ثورة العشرين في العراق هي در الثورات العراق. 99 عاما مضت، والعراقيون في كل عام يستذكرون ثورة العشرين الخالدة في وجدانهم الوطني، لما شكلته من حدث بارز في الدفاع عن الهوية ضد محاولات المحتلين لطمسها. تأتي هذه الندوة في إطار الاستعدادات التي يبديها العراقيون لأجل إقامة المئوية لثورة العشرين، هذه الثورة العراقية التي تجمع العراقيين ولا تفرقهم. حضر في الندوة باحثون وعلماء، من بينهم الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري، وتناول كل باحث ركنا من أركان ثورة العشرين متوزعة بين التطورات التي أدت إلى نشأتها وكيفية تعامل العراقيين مع المحتل وطرقها السلمية والعسكرية، كما سلطت الندوة الضوء على كثير من الجوانب التي تعمد تعتيمها في ثورة العشرين، لما لهذه الجوانب من أهمية في فهم آلية المقاومة ومفهومها الحقيقي، وتلك الإضاءات لها بالغ الأثر في فهم ما يحدث حاليا في العراق وسبل التخلص من الاحتلال بأشكاله المستحدثة. لابد أن نتساءل أنه 10 عقود من الزمن، نعيد في ذاكرتنا كيف كان الوضع، لا وجود اتصالات ولا تكنولوجيا ولا وضع. الجانب الثاني، كيف تعامل العراقيون مع المحتل؟ هل تعاملوا كيد واحدة أم كانوا متفرقين شعبا وجماعات؟ نعم، كان هناك في ثورة العشرين احتلال بريطاني، لكن كان الشعب موحد، لم يكن الشعب مقسم. كان هناك ذات التقسيم الذي نشهده في أي مكان في العالم، هناك طوائف، هناك مذاهب، هناك ملل، هناك نحل، هناك أديان. أما الدكتور مثنى الضاري فقد تناول في ورقته البحثية الحركات العسكرية في محاولة استئناف الثورة، وبين الصلات العربية بها وبقادتها، إضافة إلى إضاءة على الدور الثوري للضباط العراقيين الذين كانوا في حكومة الملك فيصل. وخلص الدكتور الضاري إلى أن ثورة العشرين كانت وستبقى نهجاً ملهماً للعراقيين ينهلون منه لإرواء المقاومة ومقارعة المحتل أياً كانت هويته. التي كتبها الليبيون والكتاب العرب. ثورة العشرين كانت هي درة الثورات العراقية، وقامت على أسس وطنية حقيقية نحن بأمس الحاجة إليها في زمان المعاصر. وكل من يحاول أن يتذرع بنتائج ثورة العشرين الفاشلة عسكريا بفشل الخيارات الأخرى غير الخيار السياسي الذي يسمونه خيارا واقعيا الآن هو مخطئ. فثورة العشرين وإن فشلت عسكريا لكنها نجحت سياسيا وشعبيا وتاريخيا. ثورة العشرين علامة فارقة في تاريخ العراق، دونت في سجل تاريخه المشرف، ولعل ملاحمها تعطف الماضي على الحاضر لولادة عراق جديد يتخلص من كل أشكال الاحتلال والتبعية.